دكتور علي، في بعض الناس بيروح صيدلية معينة يشتري دواء، فالدواء ناقص السوق والدواء عنده فيغلي يديله بسعر غالي، هل ده منطق؟ وازاي نواجه هذا الأمر؟ يا فندم، ده أولا مخالف للقانون، وأي صيدلية بتبيع بسعر مغالي أو أي مخزن بيبيع بسعر مغالي يتواصل مع الهيئة، لأن ده دورنا الرقابي. كويس. ولن نتهاون مع أي مخزن أو موزع أو صيدلية بتبيع بأكثر من التسعيرة المعلنة. ده مخالف وبيتخذ ضده إجراءات قانونية قد تصل إلى الغلق. طيب أنا أعمل إيه كمواطن؟ أتصل بإيه؟ رقم كام ولا إيه ولا؟ عندنا طرق تواصل كتيرة مع الهيئة. اتفضل. أولاً عندنا الـ 15301. 15301 ده لو أي مواطن مش لاقي الدواء بتاعه، إحنا بنقدر نوجهه نقول له أقرب صيدلية ليك فين؟ أنت حضرتك في محافظة إيه؟ موجود في الصيدلية الفلانية والعلانية، يقدر يتوجه للصيدلية توفرها. ده رقم واحد. رقم اثنين، عندنا صيدليات الإسعاف. صيدليات الإسعاف في 13 محافظة، عندنا 13 صيدلية، يقدر يتوجه لصيدليات الإسعاف، أكيد هيلاقي أي دواء محتاجه في صيدلية الإسعاف. فهو كل اللي عليه إنه يتصل بال 15301. عندنا خدمة تانية على مواقع الهيئة اسمها خدمة التوافر. نفس الشيء، حضرتك بيتواصل مع الويب سايت بتاع الهيئة، بيدله على طول ايه البدايل والمسايل اللي متوفره للدواء بتاعه. برضو نقطه لاحظناها، ان لازم اشتري التريد مارك او البراند نيم او الاسم التجاري. احنا عايزين هنا نقول ان احنا الاسم العلمي هو الاهم، نغير الثقافه بتاعتنا. بالظبط كده. نعم. فمش لازم النهارده ان انا يعني ارتبط بالاسم التجاري، ولازم هو ده الاسم العلمي هو الاهم. طالما الاسم العلمي هو نفس الاسم العلمي، في 12 بديل موجود في السوق. يقدر ياخد اي واحد منهم طالما نفس الاسم العلمي اللي الدكتور كاتبه له. طبعا لو هو عايز يغير الدواء بنروح للطبيب بتاعه، هو اللي بيقدر يغيره ويديله بدايل. هنا بقى المثيل والبديل، ثقافه المثيل والبديل. المثيل هو نفس الماده الفعاله بس باسماء تجاريه مختلفه. البديل ماده فعاله ثانيه تعالج نفس المرض، هنا الطبيب هو اللي ينصح بيه. الصيدلي النهارده لو كلم اي مستودع او اي مخزن او اي موزع مرضاش يديله الصنف، بيتواصل مع الهيئه ويقول هو في محافظه ايه، تواصل مع مخزن ايه، وطلب طلبيه ايه. احنا هنا بناخد الاجراءات بقى مع المخزن اللي امتنع عن البيع او اللي باع بسعر مكلف. كويس. ده برضو خدمه متوفره على لينك في موقع الهيئة. هايل. مرة تانية دكتور علي غمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية بشكرك شكرا جزيلا، ومرة تانية بشكر الدكتور خالد أبو فار نائب رئيس مجلس الوزراء.